بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الطرب المشوي في الفرن. عندنا منديل الخروف، وهو بيكون فيه منه جزء شفاف بالشكل ده ورقيق، وبيكون فيه جزء تاني سميك. الجزء السميك ده لازم بندقه ونفرده كويس. بعد كده عندنا خلطة كفتة، وده عبارة عن لحمة مفرومة وبصل وثوم والملح والبهارات الكفتة. وهسيب لكم في اول تعليق الرابط بتاع افضل خلطة كفتة. بعد كده هنبدأ نحشي الطرب. هنقطعه الاول بالسكينة على حسب الحجم اللي احنا عايزينه. هنحط اللحمة على المنديل وهنلفها. ونقفله كويس من الجناب بحيث يكون معانا بالشكل ده. وخلاص كده حشينا الطرب، ولازم نحطه على شبكة شوي ويكون تحتها صاج او صينية. ما ينفعش من غير شبكة الشوي عشان ينزل الدهون بتاعته. وهنرش عليه رشة ملح وفلفل صغيرة. وهنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 200، وهندخله على الرف الأوسط. وخلاص كده الطرب استوى معانا، وبياخد معانا في الفرن حوالي نص ساعة. ولما بيتحمر من على الوش بنقلبه على الناحية التانية بحيث يتحمر على الناحيتين. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم جدا. وبكده بتكون وصفة النهاردة انتهت. بتمنى إنها تكون عجبتكم، واستنونا إن شاء الله في وصفات جديدة. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين. وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الوصفات الجديدة. وإلى اللقاء إن شاء الله في الوصفة اللي جاية.